والتنفيذ. فهي المشكلة شنو أو حصة الأسد من كلفة المنشأة الحديدي هي بشغلة التصنيع، وخاصة شغلة الكونكشن ويا لولا. فانتوا لا خلوا بالكم فقط 30% بحدود 30% من كلفة المنشأة الحديدي بس على المواد، مو احنا نحكي دائما كرستة وعمل مواد وعمل، المواد بالحديد فقط تمثل 30% من الكلفة الكلية، خلوا بالكم. فالتصنيع هو الحاكم بالموضوع، التصنيع هو الحاكم في الموضوع. Show the reactions. Design connections for the actual forces. Reactions do not require connections to be designed for the full shear strength of the member. هذا حيرجعنا بالبداية، قلنا شنو الخيارات في تصميم المنشأة الحديدي؟ قلنا قد يكون الكلاينت اللي هو أبو المال عندنا استشاري يسوي التصميم مال الممبرز فقط ويقول له انت سوي لي كونكشنز للمصنع. فالعادة الكلاينت من يطير مخطط للمقاطع